إلى شمال البلاد، حيث نظم قطاع البيئة والتنمية المستدامة في مدينة أطار ورشة لتعزيز قدرات المشاركين في مجال التكيف مع التغير المناخي. ويشارك في الورشة أكثر من 30 مشاركا يمثلون ولايات أدرار، إنشيري، وتير الزمور. عدد من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالتغير المناخي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من ثلاث ولايات هي أدرار، إنشيري، وتير الزمور، يشاركون في ورشة لتقوية القدرات في مجال المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. يسرني أن أشرف على افتتاح الورشة الجوية لتقوية قدرات المنتخبين وصناع القرار والعمال الفنيين والمؤسسات العمومية والمجموعات الهشة، ووعي من وزارة البيئة والتنمية المستدامة بوجود البيئة والتغيرات المناخية في قلب رهان التنمية، وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني وتعليمات حكومة الوزير الأول محمد البلال، تندرج هذه الورشة في إطار إعداد البرنامج الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، وقد خصصت لولاية الشمال أدرار، إنشيري، تير الزمور. ويهدف قطاع البيئة والتنمية المستدامة من تنظيم الورشة إلى التشاور بين المشاركين من أجل الوصول لنتائج تسهم في العناية بالمناخ. اليوم تنطلق هذه الورشة الجهوية، هي ورشة دعم قدرات المنتخبين المحليين وصناع القرار والعمال الفنيين والمؤسسات العمومية والمجتمعات الهشة، في إطار مشروع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية. ويشارك في الورشة ثلاث ولايات، ولاية تيرس الزمور، وولاية إنشيري، وولاية أدرار. كما يشارك فيها مجموعة من القطاعات، هم قطاع الزراعة، وقطاع البيطرة، وقطاع المياه، وقطاع الطفولة والأسرة، وقطاع الصحة، وقطاع الثقافة، والمجتمع المدني، والمنتخبين المحليين. ويتابع المشاركون خلال أيام الورشة عدة عروض فنية تهتم بتوضيح التغيرات المناخية التي عرفتها مختلف مناطق البلاد، والحث على المحافظة على وسط بيئي متوازن وآمن.